يا آل عبد العزيز. جزاك الله خير. وشوف اللي وصفي عليك حاجة. والله أجي من الصباح إني وطن الهم وطن عليك. ما حنا اللي خلف التلفزيون. آل عبد العزيز ما هذه هم اللي في التلفزون. ويحب الحب. ويحب معاذ القوم. سلم الحج عليك. وإحنا كلنا يعني قائد الأمة يصق على نفسه خالد الحرمين الشريفين. ويقول يعني المواطنين من ذمتي لذمتكم. واحنا جالسين هنا نخدم الدين والوطن والمواطن. جزاكم الله خير، الله يرحم والديك. يا سلام الله لكم عصرنا حمق، الذي ما زال من شورية ثم يضمن ثلج، ست نجمة منها ولا الحكومة، حرب تبي وترد عقل، ويظهر. الله يعافيك. الله يوفقك. صح لسانك. ويوصلك على خير. جزاك الله خير.